هنبدأ صباحنا مصري بأبرز العناوين. خلال اجتماعين الرئيس السيسي يوجه باستمرار اهتمامات خطة تعزيز جهود توفير السلع الأساسية تحسبا لأي موجة ثانية لفيروس كورونا والتوسع في التجمعات التنموية الجاري تنفيذها في سيناء. مدبولي يعلن استئناف أعمال البناء للحاصلين على رخصة حتى 4 أدوار لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، ويوجه المحافظين بالاستعداد لمواجهة السيول المحتملة خلال الفترة المقبلة. الصحة تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة، وحالات التعافي تتجاوز 95,000 حالة. السعودية تعلن تفكيك وضبط عناصر خلية إرهابية تلقى أفرادها تدريبات عسكرية وميدانية داخل مواقع على الحرس الثوري في إيران، من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات، وقامت بمصادرة أسلحة كانت بحوزة المتهمين. المعارك بين أذربيجان وأرمينيا تتصاعد في المنطقة المتنازع عليها، ومجلس الأمن يبحث اليوم تطورات الصراع بطلب ألماني فرنسي. الأمريكيون يترقبون اليوم المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن، ووضع ترامب الضريبي والتداعيات الاقتصادية جراء كورونا ضمن محاور المناظرة.